بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة العاشرة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر استخدامات الحاسب في المحاسبة والمراجعة في المستوى الثامن محاسبة. طبعا في كنا قد بدأنا في المحاضرات الماضية فيما يتعلق باستخدام قواعد البيانات في برنامج مايكروسوفت إكسل، وأخذنا أسئلة على ذلك. طبعا أن باقي عندنا تقريبا محاضرتين، ثم إن شاء الله سوف يكون محاضرة أيضا إضافية مراجعة لهذا المقرر، سوف يتم تحديدها إما يوم الاثنين، ليس الأسبوع هذا، الأسبوع القادم، أو السبت اللي بعده حسب رغبتكم في محاضرة المراجعة بالنسبة لهذا المقرر. نعم. أعتقد أن خلصنا من الموضوعات التي جاءت في عملية الترتيب التنازلي والترتيب التصاعدي في ما ورد بالحلقة رقم 21. الآن نبدأ بالجداول المحورية أيضا وأغراضها وكيفية إنشائها فيما يتعلق في برنامج قواعد البيانات في برنامج الإكسل. طبعا عندنا الخطوة الأولى أو من خصائص عبارة من نوع صح أم خطأ، من خصائص الجداول المحورية أنها أي تحديث في البيانات الأصلية لا يؤدي إلى تحديث في الجدول المحوري. هل العبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ طبعا هذه عبارة خاطئة، لأن أي تحديث في البيانات هذا سوف يؤدي إلى تحديث في الجدول المحوري. نعم أحسنت يا أبي. طبعا الآن عن خطوات الجداول المحورية كيفية بنائها، نبدأ باستخدامها عن طريق الأسئلة. الخطوة الأولى من خطوات إنشاء الجدول المحوري هو ألف اختيار عناوين الأعمدة، باء اختيار عناوين الصفوف، جيم اختيار مكان البيانات، دال اختيار مكان تخزين الجدول المحوري. نعم أحسنت يا مها وأحسنت يا هدي. الخطوة الثانية من خطوات إنشاء الجدول المحوري هو ألف اختيار عناوين الأعمدة، باء اختيار عناوين الصفوف، وجيم اختيار مكان البيانات، دال اختيار مكان تخزين الجدول المحوري. نعم أحسنتم. المصطلح New Worksheet، أكتب لكم إياه طبعا، طبعا هذه المصطلحات يعني زي عليها سؤال أو سؤالين بالاختبار، أعتقد سؤال New Worksheet ماذا نعني فيه؟ هل هو ألف ورقة عمل جديدة، باء ورقة العمل الحالية، جيم ورقة العمل السابقة، دال إلغاء ورقة العمل؟ صوت الآن، صوت، نعم صوت واضح يا مها. هديل
شرقية واضح عند معها واضح أيضا شرقية واضح أيضا الهديل هديل يبدو عندها مشكلة عندها مشكلة في الصوت نعم إدخال واضح عند رقية عند إيه الآن واضح واضح زين إذا مثل ما ذكرت لكم إجابة ورقة عمل جديدة نعم هل هي ورقة عمل جديدة ورقة العمل الحالية جيم ورقة العمل السابقة الغاء ورقة العمل ما هي الإجابة الصحيحة new worksheet نعم جديد احسنت يا رحمة. طيب الان بنقول ايضا exciting worksheet ايضا ماذا تعني ماذا يعني هذا المصطلح هل هو الف ورقة عمل جديدة باء ورقة العمل الحالية جيم ورقة العمل السابقة دال الغاء ورقة العمل نعم أحسنت أحسنت أيضا لأنه هذه كلها جاءت في اللغة الإنجليزية في المحاور أو الجدول المحوري. الكولوم ليبلز تعني عناوين الأعمدة، عناوين الصفوف، منطقة القيم، منطقة تلخيص الجدول. نعم عناوين الأعمدة. الآن الروز العكس الروز الروز ليبل ماذا تعني عناوين الأعمدة عناوين الصفوف منطقة القيم منطقة تلخيص الجدول روز عناوين الصفوف الفاليوز ماذا تعني فاليو هل هي عناوين الأعمدة عناوين الصفوف منطقة القيم أو منطقة تلخيص الجدول القيم ريبورت فلتر ريبورت فلتر تعني عناوين الأعمدة باء عناوين الصفوف جيم منطقة القيم دال منطقة تلخيص الجدول تمام تمام إذا هذه المصطلحات اللي ذكرتها اليوم تركزوا عليها زين المصطلحات اللي ذكرناها اليوم تحفظونها أيضا عندنا أيضا كان مثال عن بيع الكتب وهذا يلخص كيفية عمل الجداول المحوري طبعا مثل ما ذكرنا ان يعني اعيد الفاليوز اللي هي القيم منطقة القيم الفاليوز من فاليو قيمة تلك اياها ايه values قيم اوكي هديل طيب
الآن مثل ما ذكرنا برنامج الإكسل يعني ليس متخصص في قواعد البيانات، يعني في بعض قواعد البيانات بسيطة ويمكننا استخدامها، ولكن البرنامج الأكثر تخصصا في قواعد البيانات وهو الأكسس، وهو الأكسس. إذن برنامج الأكسس هو أكثر تخصصا في قواعد البيانات. لذا الآن يعني هذا بالنسبة للإكسل. ننتقل إلى الجزء الثاني من الموضوع وهو المتعلق ببرنامج مايكروسوفت أكسس وهو قواعد البيانات في هذا البرنامج. وكما ذكرنا أن برنامج الأكسس هو يعني برنامج قاعدة بيانات نستطيع استخدامه في تصميم قواعد البيانات. وأنا إذا تلاحظون يعني في نهاية الحلقات المسجلة قمت بتصميم برنامج صغير باستخدام برنامج الأكسس يعني لعمليات تطوير بعض المخازن، وهو جزء بسيط في مايكروسوفت أكسس واستخدامه. وهو برنامج طبعا ممتاز وبرنامج يستخدم في كثير من المنشآت وله أهمية كبيرة في الاستخدام. طبعا السؤال ما يميز، نطرح أسئلة، ما يميز برنامج مايكروسوفت أكسس عن برامج قواعد البيانات الأخرى في أن قاعدة بيانات تخزين البيانات تعتبر قاعدة بيانات لتخزين البيانات، يعتبر قاعدة بيانات لاسترجاع البيانات، ويعتبر أيضا قاعدة بيانات لفرز البيانات، دال يعتبر نظام متكامل لإدارة قواعد البيانات المترابطة. نعم أحسنت، نعم. إذا يعتبر برنامج الأكسس برنامج نظام متكامل لقواعد البيانات. من خصائص قاعدة بيانات أكسس: تخزين كمية صغيرة من البيانات بدون التأثير على أداء وفعالية قاعدة البيانات. ب تخزين كمية كبيرة من البيانات مع التأثير على أداء وفعالية قاعدة البيانات. جيم تخزين كمية كبيرة من البيانات بدون التأثير على أداء وفعالية قاعدة البيانات. دال تخزين كمية صغيرة من البيانات مع التأثير على أداء وفعالية قاعدة البيانات. نعم جيم. من وظائف قاعدة البيانات: ألف إضافة معلومة أو بيان جديد إلى الملف. جيم باء حذف البيانات القديمة والتي لم تعد حاجة إليها. جيم تغيير بيانات موجودة تبعا لمعلومات استحدثت. دال جميع ما ذكر. نعم أحسنت. أيضا من وظائف قواعد البيانات أو قاعدة البيانات البحث والاستعلام عن معلومة أو معلومات محددة. ب ترتيب وتنظيم البيانات داخل الملفات. ج عرض البيانات في شكل تقارير أو نماذج منظمة. د جميع ما ذكر. نعم أحسنت. من مميزات برنامج الأكسس: يوفر أسهل الطرق لإنشاء جميع مكونات قاعدة البيانات. ب لا يعمل من خلال بيئة رسومية. ج صعوبة الحركة داخل البرنامج تؤدي إلى سرعة الإنجاز وفعاليته. د يعتبر برنامج أكسس أداة جادة لخفض الإنتاجية. نعم ألف أحسنت. من أنواع قواعد البيانات في المشروعات الصغيرة: ألف
انفورميكس، باء اوراكل، جيم بارادوكس، دال سي بيس. نعم احسنت. من انواع قواعد البيانات في المشروعات الكبيره اكسس، بارادوكس، جيم فوكس برو، دال سي بيس. نعم يعتبر برنامج مايكروسوفت اكسس من الأمثلة على قواعد البيانات في المنشآت، ألف الكبيرة، باء المتوسطة، جيم الصغيرة، دال العملاقة. نعم نعم أحسنت. أيضا تعتبر قاعدة البيانات CBS من الأمثلة على قواعد البيانات في المنشآت، ألف الكبيرة، باء المتوسطة، جيم الصغيرة، دال الفردية. CBS على الكبيرة. نعم الكبيرة. أيضا يجب معرفة هذه الأنواع بالنسبة للمنشآت، أي تطبق على المنشآت الصغيرة وأي تطبق على المنشآت الكبيرة. يعني نعرف ماذا يصلح للمنشآت الكبيرة وما هو الذي يتم تطبيقه في المنشآت الكبيرة وما هو الذي يتم تطبيقه في المنشآت الصغيرة. من أنواع قواعد البيانات حسب طريقة العمل، ألف الهرمية، باء الشبكية، جيم العلائقي، دال جميع ما ذكر. نعم أحسنت يا معهد. أوكي من الأمثلة على البيانات التي يمكن تخزينها في قواعد البيانات، ألف تسجيل مبيعات ومشتريات واستخراج فواتير منوعة، باء تسجيل بيانات ودرجات الطلاب واستخراج نتائجهم، جيم تسجيل مرضى وبياناتهم الشخصية وإحصاءات متنوعة لهم، دال جميع ما ذكر. نعم أحسنتم. سؤال آخر، من مكونات قاعدة البيانات في برنامج أكس، ألف تداول، باء النماذج، جيم التقارير، دال جميع ما ذكر. نعم طبعا يعني هنا أود أن أضيف ملاحظة، يعني احنا طرحنا السؤال هنا على مكونات قاعدة البيانات والتي تتكون من الجداول والنماذج والتقارير. طبعا لو جانا سؤال على سبيل المثال، أي مما يلي ليس من مكونات قاعدة البيانات في برنامج اكس؟ الجداول، باء النماذج، جيم التقارير، دال الملفات. يعني نكون عارفين مكونات قاعدة البيانات. نعم
تخزن المعلومات المطلوبة. سؤال آخر، تخزن المعلومات المطلوبة لقواعد البيانات داخل ملفات، وتوضع هذه الملفات على أحد وسائط التخزين المساعدة مثل القرص المغناطيسي. هل هي عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ نعم عبارة صحيحة. الملف الأساسي الذي يحتوي على البيانات الكاملة يدعى ب ألف نموذج، ب حقل، جيم جدول، دال سجل. نعم أحسنتم. المجموعة المحددة أو المفلترة أو المصفاة من بيانات الجدول حسب شروط أو خصائص معينة تدعى ب الجداول، ب الاستعلام، ج النماذج، د السجلات. نعم أحسنت. نعم إذن الاستعلام. الشكل النهائي الذي توضع به البيانات ولذلك يظهر فيه مميزات التصميم يدعى ب ألف جداول، باء الاستعلام، جيم النماذج، دال السجلات. التحديد للبيانات التي يتم طباعتها ويتم الاختيار من خلاله شكل وتصميم لورقة الطباعة يطلق عليه ألف الجداول، باء الاستعلام، جيم النماذج، دال التقارير. نعم أيضا سؤال آخر، مجموعة الإجراءات المسجلة من خلال عملية معينة لإنجاز عملية معينة تعرف ب ألف وحدات الماكرو، باء الاستعلام، جيم النماذج، دال التقارير. نعم برامج صغيرة تلزم بأداء أمر معين عند النقر على زر معين ويستخدم لذلك أوامر الفيجوال بيسك، هي ألف وحدات المايكرو، باء وحدات النمطية، جيم النماذج، دال التقارير. نعم نعم ممتاز. طبعا قد يمكن يعني نسأل بشكل معاكس، يعني نعطي الأمر وما هو الذي يقوم أو مفهوم أو ماذا يعرف. فعلى سبيل المثال يعرف الاستعلام بأنه ألف التحديد للبيانات التي يتم طباعتها ويتم الاختيار من خلاله شكل وتصميم لورقة الطباعة، ب مجموعة الإجراءات المسجلة من خلال عملية معينة لإنجاز عملية معينة، جيم المجموعة المحددة أو المفلترة أو المصفاة من بيانات الجدول حسب شروط أو خصائص معينة، دال الشكل النهائي الذي توضع فيه البيانات ولذلك يظهر فيه مميزات التصميم. نعم أحسنت.
أيضا النماذج، التحديد للبيانات تعرف النماذج أو تعرف النماذج به التحديد ألف، التحديد للبيانات التي يتم طباعتها ويتم الاختيار من خلاله شكل وتصميم لورقة الطباعة. ب مجموعة الإجراءات المسجلة من خلال عملية معينة لإنجاز عملية معينة. جيم المجموعة المحددة أو المفلترة أو المصفاة من بيانات الجدول حسب شروط أو خصائص معينة. دال الشكل النهائي الذي توضع فيه البيانات ولذلك يظهر فيه مميزات التصميم. نعم أحسنتم. أيضا تعرف التقارير ب ألف التحديد للبيانات التي يتم طباعتها ويتم الاختيار من خلاله شكل وتصميم لورقة الطباعة. ب مجموعة الإجراءات المسجلة من خلال عملية معينة لإنجاز عملية معينة. جيم المجموعة المحددة أو المفلترة أو المصفاة من بيانات الجدول حسب شروط أو خصائص معينة. دال الشكل النهائي الذي توضع فيه البيانات ولذلك يظهر فيه مميزات التصميم. نعم أيضا تعرف وحدات المايكرو بألف التحديد للبيانات التي يتم طباعتها ويتم الاختيار من خلاله شكل وتصميم لورقة الطباعة. ب مجموعة الإجراءات المسجلة من خلال عملية معينة لإنجاز عملية معينة. جيم المجموعة المحددة أو المفلترة أو المصفاة من بيانات الجدول حسب شروط أو خصائص معينة. دال الشكل النهائي الذي توضع به البيانات ولذلك يظهر فيه مميزات التصميم. نعم أحسنتم. تعرف وحدات النمطية ب ألف التحديد للبيانات التي يتم طباعتها ويتم الاختيار من خلاله شكل وتصميم لورقة الطباعة. ب مجموعة الإجراءات المسجلة من خلال عملية معينة لإنجاز عملية معينة. جيم برامج صغيرة تلزم بأداء أمر معين عند النقر على زر معين ويستخدم لذلك أوامر الفيجوال بيسك. دال الشكل النهائي الذي توضع به البيانات ولذلك يظهر فيه مميزات التصميم. نعم ممتاز. المصطلح باك ستيج اكتبوا لكم اياه. يعني ألف طريقة عرض الملف، ب طباعة الملف، جيم تخزين الملف، دال تصفية الملف. نعم أحسنت. القائمة التي تحتوي معظم الأوامر والأكثر استخداما في برنامج أكسس هي ألف قائمة ملف، ب القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. نعم القائمة الأكثر استخداما هي القائمة الرئيسية. أيضا التبويبات التي تظهر وتختفي عند العمل مع كائنات مختلفة في برنامج أكسس تسمى ألف تبويبات عامة،
ب تبويبات الملف، ج تبويبات قياسية، د تبويبات نهائية. نعم أحسنت، هذه لها. نعم أحسنت. الشريط القابل للتعديل ويتيح الوصول إلى المميزات التي تعتمد عليها بصورة كبيرة يطلق عليه ألف شريط الحركة، باء شريط التكبير، جيم شريط العنوان، دال شريط الأدوات السريعة. نعم شريط الأدوات السريعة. يعني الآن في برنامج كما تعلمون برنامج المايكروسوفت أكسس، طبعا سيتم طرح مجموعة على نوافذ هذا البرنامج الأوامر الرئيسية لهذا البرنامج، لأنه يصعب إيجاد يعني أسئلة عملية أو أمثلة عملية على مثل هذا البرنامج، لأنه يعني التطبيق العملي يحتاج إلى تكوين برمجة، وبالتالي نحن يعني الأسئلة اللي ممكن نطرحها على الأوامر الرئيسية والقوائم الرئيسية في هذا البرنامج، وبالتالي حيتم في استكمال الأسئلة على هذه القوائم. احنا طبعا تحدثنا في المحاضرة الماضية أيضا يعني في هذا المقرر كما ذكرت في بداية المحاضرة، بقي لنا محاضرتين تقريبا، يعني إن شاء الله سيتم الانتهاء من المقرر في هذين المحاضرتين. طبعا يبقى عندي محاضرة مراجعة يعني في يعني حنا اليوم السبت يوم الأربعاء يوم الاثنين في محاضرة، ويوم السبت القادم حيكون عندي محاضرة الأخيرة، فيعني يا إما خليها الاثنين اللي بعد السبت أو للسبت اللي بعده محاضرة المعزة. متى الاختبار؟ هو موعد الاختبار احنا تكلمنا في المحاضرة الماضية، هو تبدأ اختباراتكم ب 11/4 أعتقد الاختبارات النهائية. في 13 يعني اختبارنا احنا في 13 الاستخدام الخاص في المحاسبة يوم 13 الثلاثاء تقريبا. زين يعني احنا اليوم 12/3 يعني تقريبا باقي شهر. طيب اول اختبار متى يبدا؟ اول اختبار يوم 11 تبدأ الاختبارات. تمام اختباراتكم مسائية ولا صباحية؟ هتكون زي الصيفي صباحي بالمساء. زين إذن تقريبا باقي شهر عندنا 3/5 ممتاز، يعني تقريبا باقي شهر عندنا. إذن يعني نكمل يوم الاثنين المحاضرة 11 والسبت القادم محاضرة 12، إذن نترك أسبوع أيضا ونخلها السبت اللي بعده المراجعة بدل يوم الاثنين، أو تخلونها الاثنين ما أدري كيفكم، بدل يوم السبت اللي بعده اشتبون ما كيفكم أنتم المحاضرة المراجعة، يعني فقط إذا كان هناك استفسار أو تساؤلات أو فيما يتعلق بالمقرر تكون مراجعين المقرر، يعني طرح أسئلة على الرغم أنه يعني حاولت أني أقرأ المنتديات وأجيب على تساؤلات المنتديات، إذا كان هناك أسئلة طويلة كانت في المنتدى ما استطعنا نجيب عليها سوف أجيب عليها في القريب العاجل إن شاء الله. طبعا أيضا الأسئلة التي وردتني في الإيميل أيضا حاولت أني أجيب على هذه الأسئلة أيضا تمت الإجابة عليها، يعني إن شاء الله متواصلين معكم حتى بعد المحاضرات إلى قبل الاختبارات، نبقى متواصلين معكم من خلال
المنتديات. والمقرر طبعا مثل ما انتم شايفين يعني سهل، ما فيها اي نوع من الصعوبه، ومن السهوله ان الطالب يحصل على درجات متقدمه في هذا المقرر، خاصه للطلاب اللي يحضرون المحاضرات الحيه، لانه الاسئله اللي نركز عليها في المحاضرات الحيه هي الاسئله المهمه واللي قد تكون يعني قريبه من اسئله الاختبارات النهائيه. نكمل الأسئلة باقي الموضوعات اللي أيضا تتعلق ببعض الأوامر في القوائم الرئيسية وكيف يتم استخراجها من أي قائمة. السؤال الأول أيضا اللي فيما يتعلق بالأوامر، تعتبر أوامر العرض من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. نعم. أيضا تعتبر أوامر الحافظة من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات رئيسية. نعم. أيضا تعتبر أوامر الفرز والتصفية من أوامر ألف قائمة ملف، باء قائمة رئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. نعم. سؤال آخر، تعتبر أوامر السجلات من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. نعم. تعتبر أوامر البحث من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. نعم. تعتبر أوامر تنسيق النص من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. تعتبر أوامر تنسيق النص من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. نعم. أوامر القوالب تعتبر من قائمة ملف، القائمة الرئيسية، قائمة إنشاء، قائمة بيانات خارجية.
نعم كانت إنشاء. تعتبر أوامر الجداول من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. نعم. تعتبر أوامر الاستلامات من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. تعتبر أوامر استلامات من أوامر قائمة ملف، قائمة رئيسية، قائمة إنشاء، قائمة بيانات خارجية. الاستلامات تعتبر أوامر النماذج من أوامر قائمة ألف ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. النماذج إنشاء. لذلك أوامر الاستلامات تأكدوا من إجابتها، إجابتكم أتوقع أنها خطأ. أيضا تعتبر أوامر التقارير، أوامر التقارير من أوامر قائمة ملف، قائمة رئيسية، قائمة إنشاء، قائمة بيانات خارجية. أوامر التقارير تمام. تعتبر أوامر الماكرو والرمز من أوامر ألف قائمة ملف، باء القائمة الرئيسية، جيم قائمة إنشاء، دال قائمة بيانات خارجية. هديل أي إجابة تقصدين؟ التقارير، التقارير إنشاء، قائمة إنشاء. التقارير من قائمة إنشاء. تعتبر أوامر استيراد وربط من أوامر الملف، قائمة رئيسية، قائمة إنشاء، قائمة بيانات خارجية. الاستيراد نعم. تعتبر أوامر التصدير من قائمة ملف الرئيسية، إنشاء، بيانات خارجية. نعم. أوامر تجميع البيانات من أوامر ملف، قائمة رئيسية، قائمة إنشاء، قائمة بيانات خارجية. قائمة بيانات خارجية. إذن يعني هذا توقف إلى هنا في محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل بمشيئة الله في الأسبوع أو يوم الاثنين، ومن في الأسبوع القادم ننتهي من هذا المقام. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي اللقاء
نعم، في سؤال: تعتبر أوامر الاستعلامات من أوامر قائمة ملف، القائمة الرئيسية، قائمة إنشاء، قائمة بيانات خارجي، قائمة إنشاء. تستطيعين التأكد منها من المذكرة أيضا، من المذكرة الاستعلام. إلى هنا ينتهي أعزائي الطلبة اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.